انتظرونا الثلاثاء القادم وحلقة جديدة من برنامج أنت الطبيبة. وفي الفقرة الأولى يتحدث الدكتور أمير الحلواني عن الدورة الشهرية، والفقرة الثانية يستضيف دكتورة أميمة عبد القادر استشاري النساء والتوليد والعقم، وحديث شيق عن الولادة بدون ألم. كل هذا وأكثر في برنامج أنت الطبيبة الثلاثاء العاشرة صباحا، فانتظرونا. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون، مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني، وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون، مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني، وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون، مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني. رجعنا لكم تاني. الموضة اليومين دولت هي موضوع الولادة بدون ألم، ودكاترة النساء والأطباء كلها بتتنافس في النقطة دي، بيجذب المريضة قصة ولادة بدون ألم، قيصرية بدون ألم، مش هتحسي بالوجع لمدة 72 ساعة، لمدة 48 ساعة على حسب الإعلان يعني اللي نازل. القصة دي فعلا هي اللي واخدة الترند دلوقتي وواخدة الكلام كله. فاحنا عايزين نعرف يعني ولادة بدون ألم. مع المتألقة دايما أستاذتنا كلنا الدكتورة أميمة عبد القادر، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، ورئيس مجلس إدارة مركز حواء فيوتشر. نورتينا يا فندم. ميرسي يا دكتور أمير. قصة بقى ولادة بدون ألم،
انا عايزين بقى نفهم يعني ايه ولاده بدون الم، وهل بتفرق من الطبيعي للقيصريه؟ يعني دي حاجه ودي حاجه ولا؟ طبعا يعني احنا مبدئيا طبعا الولاده هو ده الحدث المنتظر بالنسبه للعائلتين، حدث تاريخي، حدث بيختلف فيه مشاعر كتير ما بين تحمل المسؤوليه، ما بين خوف، ما بين فرح، ما بين الم. طب دلوقتي دي هنا ايه وسيلتنا ان احنا نخلي الموضوع ده سهل بالنسبه للمرضى؟ طبعا مع وجود سوشيال ميديا وكل حاجه بقت متوفره على مواقع التواصل الاجتماعي، بقى معظم العيانين عندهم وعي جامد بالنسبه للولاده بدون الم، فده بيسهل علينا كتير. ان انا مثلا العيانه ما تبقى داخله فاهمه الموضوع، ده بيخليني اقول لها اضافات على الموضوع بالزبط. عندها او اصحح لها بعض المواضيع. طب خلينا نعرف يعني ايه ولاده بدون الم، وهل بتفرق ما بين طبيعي وما بين قيصري؟ يعني حتى مفهوم ان الست كانت تيجي تقول لي انا عايزه اولد قيصري عشان ما احسش بالم الطبيعي، ده ما بقاش موجود حاليا دلوقتي مع وجود حقنه الابيديورال. طبعا ساد البلوك دي تعتبر يعني سحر بالنسبه للسيدات اللي داخله في موضوع ولاده. طب نعرف الاول كده اسباب الالم في الولاده، يا اما انقباضات الرحم اللي هو بالبلدي الطلق اللي الست بتحس بيه، طبعا ضغط البيبي وده من اول التاسع، الست تقول انا حاسه بوجع وتقل البيبي على المثانه او على من ورا. طب اوكي ده كل دي اشياء طبيعيه، يبقى احنا بدل ما عرفنا الاسباب اللي بتعمل الوجع ده نقدر ان احنا ايه نتلاشاها او ان احنا نعالجها او نقدر نشوف الدنيا فيها ايه. موضوع الولاده بدون الم بيبتدي اولا من اول السايكولوجيكال سبورت، من مسانده المراه الحامل اللي هي داخله على ولاده، ان احنا بنبقى مفهمينها كل حاجه، ان احنا نبقى شارحين لها الموضوع، تسلسل الخطوات هيكون ايه بالظبط، فبالتالي ده بيسهل الموضوع على المريضه وعلى المحيطين ليها عشان ما يبقاش في قلق زياده عن اللازم او تبقى متفهمه الدنيا فيها ايه. بيجي بقى دورنا احنا هنا في حقنه الإبيديورا. يعني موضوع حقنه الإبيديورال ده احنا بنتدخل بيه لما تكون العيانه اوريدي دخلت في ولاده. يعني انا لما تكون العيانه ما عندهاش اي مشاكل انها تولد طبيعي، لا طبعا انا بشجع انها تولد طبيعي. يعني زي ما احنا قلت من الحلقه اللي فاتت، ايزي فاجينال ديليفري او سيزرين سكشن، ما دام ولاده طبيعيه سهله ما عندهاش اي ما يمنع انها تولد طبيعي، لا احنا بنكمل طبيعي. ودورنا ان احنا بنقلل الالم عندك من اول بقى زمان، من كانوا بيدوا مثلا اوبيويد او حقن مخدره للامهات، وطبعا ده كان بيبقى تاثيرها سيء جدا، لان زي ما بيوصل للام بيوصل للبيبي، فبينزل البيبي تعبان بيبقى مش عارف ياخد نفسه. لا الوضع اختلف تماما، لا انا بدي بنج موضعي. يعني مثلا زي ما واحد عنده مثلا جرح في ايده، لا انا انيمه كله ليه؟ انا بقدر الجزء اللي انا هشتغل فيه بس، فبالتالي يعني بستفاد ان انا البيبي ما بيتحطش، الانسان كله او مش البيبي، البيبي والام ما بياخدوش ادويه مخدره تاثر على اعضاء التنفس، ما تاثرش على القلب، ما بيبقاش ليها اعراض جانبيه كتير من الادويه المخدره، فده بيبقى احسن كتير للام وللبيبي. فبنلاقي الابيديورال ده بنوصل له او بنديه للام اول ما بتبقى داخله في ولاده، يعني يكون عنق الرحم متسع. المجتمعات اللي يعني الامهات امهات المرضى نفسهم مش متخيلين هو يعني ازاي يجي لها طلق ومن غير ما تصوت، وازاي مش حاسه. يعني انا قبل كده يعني ست صعيديه بسيطه تقول لي يعني انتوا بتضحكوا علينا، انتوا ازاي يعني هيجي طلق وهولد ومش هبقى حاسه؟ فسبحان الله يوميها عملنا لها الابيديورا لغايه ما الطفل نزل، بقول لها ادي الطفل اهو، تقول والله حتى نطيتها بسعدي، واه واه انا فعلا ولدت كده وانا ما حسيتش بوجع خالص المره دي. ففعلا مش متخيلين هو ازاي انا هشيل الالم من غير ما اشيل الطلق نفسه. بالظبط، ما احنا عرفنا السبب اللي هو ايه، انقباضات الرحم والاعصاب اللي هي بتوصل للالم، فمجرد ان انا اخدر العصب مش هحس بالالم. فبنبتدي حقنه الابيديورال اما العيانه تبقى 3 4 سم عنق الرحم متسع ومفيش اي مشاكل، بتركيب حقنه الابيديورال بيبقى طبعا في العمليات تحت تعقيم كامل، بياخد مش اقل من 5 دقائق، والعيانه بعد كده بتبقى حاسه بلعب البيبي، بيبقى يعني فايده الابيديورال ان هو ما بيفقدش تون العضلات اللي هي انقباضات الرحم، ان العيانه ممكن تحزق وهي واخده الابيديورال، ان الرحم ممكن ينقبض ويساعدني، وده اللي انا محتاجاه في الولاده، محتاجه حاجه تدفع البيبي، محتاجه عمليه الولاده كلها ماشيه هو الالم بس اللي خلاص احساسه اتشال. هي دي يعني ولاده ماينس الم، يعني ولاده من غير الم، هو بس كده وكل تسلسل الخطوات بيمشي كامل. على عكس بقى اللي هو السباينال ده بنلجأ له في القيصره، في القيصريه عشان بيبقى
في فقد للتون بتاع العضلات، فبالتالي ما بيبقاش انا مش محتاجاه، لان انا كده كده بفتح قيصري، مش محتاجه ان العينه تطلق، مش محتاجه انها تحزق، لا انا كده كده مخدراها عشان هتاخد ولاده بدون الم، او هنديها مسكنات بعد كده. ده بالنسبه لنا الولاده بدون الم. بقى الناحيه الثانيه قيصريه، الولاده الناحيه الولاده القيصريه بقى. يجي بقى هنا السؤال المعظم الستات بتقول يا دكتوره طب هو يعني ايه ولاده قيصري وولاده بدون الم؟ ده اوكي، من حق ان كل واحده تعرف، زي ما احنا اتفقنا ان احنا بالزبط. في برنامج انت الطبيبه يبقى فرق، يعني ايه الفرق بين ولاده قيصريه عاديه وولاده قيصريه بدون الم؟ خلينا مبدئيا نبقى متفقين ان البراند او الاساس في معظم القيصريات ان احنا بناخد بنج نصفي، الا لو في حالات معينه بتاخد بنج كلي، لان ده طبعا امن، مفيش ادويه مخدره بتوصل للبيبي، مفيش بنحتاج لتنفس، جهاز تنفس نزيف صناعي اقل، كمان نزيف اقل، الامعاء بتشتغل اسرع، نسبه تخدير من 3 ل 4 ساعات بعد ما بتطلع من العمليات، فده طبعا البنج النصفي احسن من البنج الكلي. ده بالنسبه برضو عايزين اوصل لكم معلومه، البنج المريض اللي واخد بنج كلي بعد عمليه هو بيفوق على الوجع قبل ما يفوق على الاشخاص اللي حواليه، يعني بيقول فعلا استقبال الالم عنده بيبدا قبل ما يستقبل الـ 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 الناس اللي حواليه او المكان اللي هو فيه، قبل ما يفوق تماما بيصحى قبل ما الوجع. يشوف الناس اللي حواليه. دي حاجه مؤذيه جدا للولاده، يعني عشان الناس اللي برضه ايه بتختار البنج الكلي ومفزوع عن البنج النصفي، لا اعرفي انت بس ده، لان البنج النصفي تقريبا 3 4 ساعات بعد الولاده ما انتش حاسه بحاجه. هي بتتكلم مع كل اللي حواليها، شايفاهم بتضحك، طالعه بتضحك من غرفه العمليات. يعني انا كان لسه عندي مريضه والده بولاده بدون الم اسمها نورهان، لسه من كام يوم دلعنا في الاوضه، طب انت اخبارك ايه، حاسه باي وجع؟ قالت لي يا دكتور. فانا لثانيه كده ايه اللي بيوجعك؟ ضرسي بيوجعني. وانا طلعت البيبي من بقك. لا ما هو عشان المخ بيرصد الالم، الالم المخ هو ما عندهاش الم في بطنها، فاوريدي الحاجه الوحيده اللي بتوجعها ضرسها. انت ايه اللي وجعت لي يا ستي؟ هو انا طلعت، سيبك من ضرسك دلوقتي، في حاجه وجعاكي تحت؟ هي لو مش واخده التاب بلوكر بدون الم كانت ضرسها ده هيكنسل، والمخ هيركز، ولا هتبقى حاسه بيه، ولا هتبقى حاسه بيه، المخ هيركز مع اكتر حاجه مؤلمه، اللي هو وجع في لا بس لا التاب بلوك بقى ده نيجي نتكلم عليه. احنا قلنا كده دي الثوره بقى اللي حصلت، دي الولاده القيصريه العاديه. فكره الولاده القيصريه العاديه بقى هي الوجع بيبقى فيه جيبين، مجرد ما البنج النصفي بيروح تبتدي تتحرك رجليها، تبتدي تقوم تتمشى، او القومه. احنا عندنا عضلات البطن والجرح، في جرح اي طبيعي في اي مكان، اي جرح بيحصل فيه اهتزاز او حركه بيوجعك، سواء في ايدك سواء في اي منطقه، ما بال ده بقى العضلات اللي ماسكه، العضلات اللي ماسكه بطنك كلها. بالظبط. طبعا الجرح بتاع الرحم بيبقى من الحجم قد كده للحجم قد كده، الرحم برده بينقبض عشان يرجع لوضعه الطبيعي عشان العينه ما تنزفش، فكل ده بيبقى فيه الم. طب احنا ايه بقى دور التاب لوك؟ دور التاب لوك بقى ان انا بخليها ما تحسش بالحته دي. يعني عيانة بعد ما ولدت بيومين ثلاثة، على اليوم التالي دكتورة عندي مغص شديد ومغص تعبانة ومش قادرة ومش عارفة ايه، قلت لها شفتي؟ حسيتي بالفرق؟ هتحسي بيه من الأول. بتقولي ايه؟ هو أنا كده تعبت؟ في حصل؟ قلت لها لا، التاب لوك خلص، أنت كده ابتديتي تحسي بالوجع المفروض كنت تحسي منه، بس برضه هو أقل، أقل من اللي كنت هتحسي أول يوم. الجرح خف أوريدي، يعني بعد يومين خلاص الجرح لم. زي ما الناس بتقول لك خلاص الجرح لم بعد يومين، فحتى الوجع اللي هي حاسة بيه قليل بعد يومين الى حد ما برضو اقل من اللي كانت هتحسي بيه لو هي مش واخده تاب لوك. تاب بلوك ده بناخده ايه؟ في كذا كذا وسيله ان احنا ناخد التاب بلوك. يعني من اول ان احنا بنخدر العضلات بتاعه البطن، بيبقى في حقن في الريكتا الشيس في اماكن مرور الاعصاب، زي ما اتفقنا ان اي حاجه مخدره ان احنا بندي مسكن للاعصاب، في ريكتا بنحقن في الريكتا الشيس الادويه المخدره، ده بيخليها وهي قايمه، جدار البطن الطبقه بتاعت جدار البطن، جدار البطن وهي قايمه، انا عضلات البطن الاعصاب بتاعتها متخدر بس شغاله، يبقى انا مش هحس بوجع ما دام العضلات بطنتي بتنقبض عادي. لو في الم هي بتبقى العضلات واخده وضع معين، حتى المرضى يعني التوطيه انها مش قادره تمشي، ده لا بيتشالوا قطعه واحده يتحطوا على السرير وبينزلوا قطعه واحده، يعني اللي بيشيلها ما بي لو تنى بس رجلها وهو بيشيلها بتلعب بصوت لو هي مش واخده تاب بلوك، لو سوري لو ايه، لو حد خبط في السرير وهو معدي مجرد انها تتهز بتتوجع، لكن لا لو بتقدر بتشوفها نازله فعلا وتقوم وتمشي. انا لسه كان يعني كان في عيانه طلعت لي الدور، يعني بعد ما هي العياده في الدور الثالث والمركز والدور الاول، بعد ما خلصت طبعا انا ما بخليش العيانه تمشي، لازم امر عليها وابص عليها، يا دكتوره عايزين يمشوا، طب اخلص بس العياده وانزل لها،
انا لقيتها بتخبط الباب وطالعه طلعت بنفسها. والله يعني هو الفيديو بس حتى لو عرضه دلوقتي يا ريت نعرض ان الفيديو العيانه طلعت لي بتقول لي المركز زي جميل ما شاء الله بيصور يعني. المركز باذن الله الواحد يعني انا في المركز بحس براحه نفسيه يعني المركز فعلا مريح نفسيا على كل دخله كطبيب او مريض كل بيخش المركز فعلا من اول اهله بيرتاح الحمد لله. فبقول لك العيانه لقيتها بتخبط عليا الباب لقيت انت مش عايزه تنزلي لي دي انا طالعه لك وكانت يعني عارف كانت هتطير قالت لي لا وانا بقالي ساعتين بتمشى تحت وهنزل اتمشى اروح لحد العربيه انت عارف في ظل العربيه بعيد راكنة بعيده وهنزل اروح للعربيه فلا. كل الماركتنج بتاع التاب لوك معتمد على الحته دي حتى في اطباء كده بيصوروا المرضى في اللحظه دي انا فعلا يعني بيصورها فيديو في اللحظه دي انا من كتر ما انا كنت بتقول لي اهو انا طالعه بالكانيولا اهو انا لسه في المستشفى يعني هي كانت سعيده جدا باللحظه دي والواحد فعلا بيحس بانجاز بحس ان الحمد لله ان ربنا يعني سخر لنا حاجه نقدر نفيد بيها الناس نقدر نقلل معاناه الناس بالزبط. نقدر ان احنا نخلي بدل يعني مرحله الولاده دي اسعد لحظه بكل معانيها بوصول الطفل بان ما فيش الم بان كل الاطراف يعني ما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم فالحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم لك الحمد. قصه البي سي اي بقى البي سي اي البيركوتينياس اناستيزيا طبعا ده من ضمن برضو الرفاهيات بتاعه التخدير او التسكين الالم لسه قايلين دلوقتي لسه بقول لك العيانه ايه بعد يومين لقيتها بتتصل بتقول لي عندي مغص جامد يا دكتوره وتعبانه قلت لها ما خلاص التاب لوك خلص على كده عارف احنا لو معظم العيانين بيتعلق لهم محلول زي المحلول اللي بيتعلق نفس نظام هي بيبقى كونتينر كده حاويه فيها ادويه مخدره فيها ادويه مضاده للتقلصات فيها ادويه مسكنه للالم وبيبقى مظبوطه بيبقى فيها زي تايمر كده كل ما العيانه تحس بوجع تروح دايسه على البلس بتطلع جزء معين من ادويه التخدير بس برضو يعني هي لو قعدت تك 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 لا مش هينفع احنا بنبقى ظابطينها على معدل على معين على حسب طبعا وزن العيانه على حسب حجم نشوف طيب اوكي الفيديو انا ولد بقالي 5 ايام مع الدكتوره اميمه وبجد مش حاسه بالجرح نهائي ويوم الولاده والله كنت مرعوبه اول ولاده ليا والله كنت مرعوبه مفيش اي حاجه حسيت بيها وطمنتني وقرايه قران وواقفه جنبي والله بجد معينه لبكره لو شكرتها مش هعرف اوفي حقها بجد تسلمي يا دكتور انا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله بس برضه يعني دكتورة ميمة مش بس المرضى اللي بيشكروا فيها دكتورة ميمة حائط صد كده واقف في المركز لأي طبيب موجود يعني طول ما هي موجودة كل متطمن كان تمريض تخدير دكاترة الزائرين كله واقف متطمن أي مشكلة هتتحل ما بتتكبرش خالص إن هي حتى تساعدك لو في ممرضة مشغولة إن هي تقف وتقول لك محتاج إيه وأنا هجيب لك وما يهمكش ما أنا في ظهرك المريضة اشتكت بره هي اللي بتطلع بنفسها تبص عليها يعني حتى لو التمريض ساعات تبقى ما شاء الله يعني دلوقتي أكترية الوقت المركز الأوض كلها كومبليت محجوزة فضغط على التمريض بيبقى عالي فلو عينة اشتكت الدكتورة أميمة بتطلع تبص عليها بنفسها عينتها أو مش يعني عينتها أو مش عينتها المريضة بتاعتها أو مش المريضة بتاعتها لا هي دام بقت موجودة عندي هي في بيتي فلازم تاخد كافة الرعاية الكاملة بالنسبة لها الحمد لله رب العالمين ربنا يزيد اللهم يا رب لك المركز الحمد. نجاح ونجاح أخر. اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين دلوقتي في مفهوم خاطئ رابط ما بين الإبيديورال والسباينال يعني الحقنة اللي هو الولادة الطبيعية بدون ألم والبنج النصفي العادي ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا قلنا الإبيديورال لو احنا اتكلمنا عن تركيب الإبيديورال الإبيديورال بيبقى فيه كانيولا زي ما انا الكانيولا اللي بركب فيها المحاليل للمريضه نفس الكانيولا دي بتبقى متركبه في عضلات الظهر ورا دي الفرق بينها وبين السباينال قلنا نفس لسه قايلين الفرق بين ده وده السباينال انا بفقد فيه التون بتاع العضلات مدته من 5 لـ6 ساعات بمجرد ان هو بينتهي انا ما بقدرش ادي جرعه ثانيه للمريضه خلاص حقنه وخرجت خلصنا على كده بناخده بجرعه طبعا معينه اللي بيحددها دكتور التخدير بعديه ما بيبقاش فيه وجع
بيستمر معانا من 5 لـ6 ساعات بعد الولاده، ومجرد ما بينتهي بقى بيبتدي بقى دور الحاجات التانية، قلنا يا اما تاب بلوك يا اما مسكنات يا اما ادويه بعد الولاده، ما بيبقاش فيه تون للعضلات. انا في السريع كده عايز برضه ابرق البنج النصفي او السباينال من الاشاعات، هو وجع ظهري وجع ظهري وجع ظهري، يعني كل المرضى اللي ياخد سباينال انا ظهري وجعني بعد من ابره البنج النصفي، بلاش ابره البنج النصفي عشان وجع ظهر. لا، ما احنا قلنا احنا عندنا مقتنع يعني معتقدات كتيره غلط، حتى لو من المره اللي فاتت لما قلنا اللوب هو المتهم الخطا في وجع الظهر، نفس النظام احنا عندنا البنج النصفي لا ملوش اي علاقه بالكلام ده، احنا عندنا دكاتره تخدير على اعلى كفاءه ما شاء الله بفضل الله، بيدوا الحقنه حتى المريضه ما بتحسش بالحقنه وهي داخله، فبالتالي اي وجع ظهر بقى بيبقى نتيجه اي حاجه تانية، اي اما هو اصلا يعني برضه عشان افهم الناس، الرحم ما بيرجعش مكانه على طول، هي فكره النفاس ده 40 يوم عشان هو الرحم فعلا بيرجع لحجمه ووزنه الطبيعي بعد ال 40 يوم. فهي ضغطه الرحم بوزنه دي على سلسله الظهر دي سبب من اسباب الالم بعد الولاده. الموضوع ليه تكمله ان شاء الله ومع دكتوره اميمه المتالقه دايما في نفس الموضوع ومواضيع تانية إن شاء الله كتير بإذن الله. كنتوا معانا برنامج أنت الطبيبة، يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة وبالذات من فقرة الدكتورة أميمة. نشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية.